بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في لقائنا السالف مع المؤلف رحمه الله في باب الربا والصرف، ووقفنا عند قوله: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. سبق شرح هذا، ثم قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل معناه الزيادة في بيع كل جنس بجنسه من الأصناف التي تشترك في علة الربا. فإذا بيع جنس بجنسه مما يشاركه في العلة، فحينئذ يقال قد اتحدت العلة والجنس، فيحرم الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة. وأما إذا اختلف الجنس واتحدت العلة كبيع بر بتمر، فحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف الجنس وتحرم النسيئة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس أو هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإن اختلفت العلة، اختلفت العلة واختلف الجنس، جاز الأمران: التفاضل والنسيئة. كما لو بيع دراهم ببر مثلا، فهنا اختلفت العلة، لأن العلة في الدراهم النقدية أو الثمنية أو الوزن، والعلة بالبر الكيل. اختلفت حينئذ العلة، لأنه بيع مكيل بموزون أو مكيل بنقد، فحينئذ يجوز التفاضل وتجوز النسيئة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسء. هذا الذي ذكرنا. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسء. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم، ما لا تدخله علة الربا، ما لا تدخله علة الربا من الأشياء ليس هو مما يكال، وليس هو مما يوزن، وليس هو مما يطعم، فإنه لا يدخله الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كالحيوانات والثياب والمباني والأشجار والبساتين والسيارات وغير ذلك، فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيئة، لأنها لا يدخلها الربا. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهذا كما سبق. فلا يجوز أن تقول بعتك
100 صاع من الطعام ب 150 ريال مؤجلة للطرفين، بيتك 100 صاع مؤجلة ب 150 من الريالات مؤجلة، لأن هذا بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو الدين، وأجمع أهل العلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، الصرف هو بيع نقد بنقد، كبيع الدراهم بالدنانير، أو بيع الدولارات بالريالات السعودية. فإذا اتحدت العملة، اتحدت العملة كريالات سعودية بريالات سعودية، أو دولارات أمريكية بدولارات أمريكية، أو جنيه استرليني بجنيه استرليني، إذا اتحد الجنس بين النقدين فإنه يحرم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. أما إذا اختلف الجنس بين النقدين كدولارات بريالات سعودية، نعم، أو بجنيهات استرلينية، فإنه حينئذ يجوز التفاضل، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن يحرم النسيئة أي التأجيل. والنسيئة هي عدم القبض في المجلس ولو كان حالا، ما دام أنه لم يقبض في المجلس فإنه يبطل البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الحديث الآخر: إذا لم يتفرقا وبينهما شيء، فإن تفرقا ولم يقبض واحد منهما ماله على الآخر في المصارفة فإنه يبطل العقد من أصله. وإن تفرقا بعدما قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الآخر فإنه يبطل العقد فيما لم يقبض ويصح فيما قبض، لتوافقه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. الدراهم والدنانير في المصارفة تتعين بالتعيين، إذا قال: بعتك هذه الدولارات بهذه الريالات التي معك، فكل من العوضين معين: الدولارات التي مع طرف والريالات التي مع الطرف الثاني، يتعلق الحكم بعينها، فيصح مصارفتها بالشرطين، بشرط التقابض أو بشرط التقابض والتساوي إذا اتحد الجنس. ولكن إذا ظهر فيها ما يؤثر عليها، كأن ظهر في أحد النقدين المعينين ظهر فيه عيب من غير جنسه، كالوضوح في يعني البياض في الذهب والسواد في الفضة، فهذا عيب، هذا عيب، أو ظهر أنها مغشوشة فيها خلط من غيرها، فحينئذ يبطل العقد ولا تبدل بغيرها، لأن الحكم تعلق بها بعينها، فلا تبدل بأشياء صحيحة. وإذا أرادوا إنشاء عقد جديد فلهم ذلك، أما العقد الأول فيكون قد بطل. نعم. المنع من التبديل، أحسن الله إليكم، لأنه يكون لأنه باب تعلق الحكم بعينها، تعلق الحكم بعينها فلا يحل غيرها محله. نعم.
أو لأنه لو أحلوا غيرها مكانها صار ربا لأن لم تكن تلك البديلة حاضرة؟ لا، لأن الحكم تعلق بعينها فلا تبدل. نعم. قال وإن وجدها مغصوبة بطل. وإذا وجدها مغصوبة، يعني والغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، استيلاء على مال الغير بغير إذنه قهرا، هذا هو الغصب. فإذا وجد أحد العوضين مغصوبا فإنه يبطل العقد، لأنه تم العقد من غير مالك لما عقد عليه. وتقدم لنا في كتاب البيع أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبايع. نعم. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إذا وجد النقود معيبة، فإن كان العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفضة، فإنه يخير بين إمساكها بعيبها بدون أخذ أرش وبين ردها. أما إن كانت معيبة من غير جنسها، كأن كان مع الذهب نحاس مثلا، أو مع الفضة مادة أخرى من الحديد، فإنه حينئذ يبطل فيها العقد. نعم، لأنه باع ربويا ومعه من غير جنس. نعم، أحسن الله إليكم. قال ويحرم الربا. ومتى؟ وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. نعم، ومن غير جنسها يبطل العقد، لأنه يصدق عليه أنه باع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب. حرم الله سبحانه وتعالى الربا تحريما مطلقا، فيحرم الربا بأي اعتبار كان. يحرم الربا بين المسلمين، ويحرم الربا بين المسلمين والكفار لعموم نصوص التحريم. فإن كان الكفار معاهدين فهذا محل إجماع أنه يحرم الربا بين المسلمين وبينهم. وإن كان الكفار محاربين، أي ليس لهم عهد مع المسلمين، فالصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أنه أيضا يحرم الربا معهم، لأن الله حرم الربا مطلقا. فيحرم بين المسلمين بعضهم مع بعض، وهذا محل إجماع، يحرم الربا بين المسلمين والمعاهدين من الكفار، وهذا أيضا محل إجماع، ويحرم الربا بين المسلمين والكفار الحربيين كما عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح. وكذلك يحرم الربا في أي مكان، في دار الإسلام وفي دار الحرب، لعموم الآيات والأحاديث التي تحرم الربا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره. والثمار جمع ثمرة، وهي ما ينتج من الأشجار والزروع، هذه تسمى بالثمار. والمراد بالأصول هنا ثلاثة أشياء: الدور والأراضي والأشجار، هذه هي الأصول المذكورة في هذا الباب. ومراد المصنف بيان حكم بيع هذه الأصول، وما الذي يتبعها وما لا يتبعها. نعم. قال إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقفها. إذا باع داراً، هذا الأصل الأول أو النوع الأول من الأصول التي ذكرها هنا. إذا باع داراً، فإن البيع يشمل هذه الدار وما هو متصل بها، ما هو متصل بها لأنه منها، فيشمل البيع الأبواب المنصوبة والرفوف المسمرة والسلالم المسمرة
وفي عرفنا الحاضر يشمل المراوح السقفية ويشمل اللمبات الكهربائية المثبتة ويشمل كل ما هو متصل بها، وأما ما كان منفصلا عنها فإنه لا يشمله البيع ولو كان في الدار كما يأتي. نعم، إذا باع دارا شمل أرضها. شمل أرضها هذا بلا شك، لأن الدار ناشئة فوق الأرض. نعم، وبناءها. وشمل البناء وهو الحيطان، الحيطان المبنية والسقوف، والسقوف سواء كانت مبنية أو كانت ما يسمونها بالمستعارة أو كانت سقوفا من الزنك الذي يركب، وسواء كان البناء من الجاهز أو كان من الثابت، فإن كل هذا يشمله اسم الدار. نعم، وسقفها. نعم، والباب المنصوب. وشمل الباب المنصوب، كل الأبواب المنصوبة المركبة تدخل في البناء، وأما الأبواب غير المركبة غير المنصوبة فإنها لا يشملها البناء، لا يشملها البيع، لأنها منفصلة. نعم، والسلم والرف المسمورين. والسلم والرف، السلم هو المصعد، والرف الذي توضع فيه الحوائج ويحفر في الجدار أو يسمر في الجدار، فهذا يتبع الدار إذا كان مثبتا. أما إذا كان الرف غير مثبت كالأرفف التي في الدواليب المتنقلة فهذا لا يشمله البيع. نعم، وكذلك السلم إذا كان مسمرا ومثبتا فإنه يشمله البيع، لأنه يدخل في اسم الدار، وإن كان السلم مفصولا فإنه لا يشمله البيع لأنه عين مستقلة. نعم، والخابية المدفونة. الخابية المدفونة مراد بها الخزان، خزان الماء، وهو ما يسمى بالحب أو التانكي، إذا كان مدفونا في الدار فإنه يشمله البيع لأنه صار مثبتا فيها. أما إن كان الخزان على وجه الأرض وليس مسمرا وإنما هو متنقل فإنه لا يشمله البيع كسائر الأواني. نعم، دون ما هو مودع فيها. أما ما كان مودعا في الدار يعني مجعولا فيها وليس هو مثبتا فيها فإنه لا يشمله البناء كالأواني وكالفرش غير المثبتة، الفرش المطوية أو الفرش المفروشة غير المثبتة، فهذه لا يشملها البيع لأنها عين مستقلة. وكذلك ما فيها من الأطعمة والأشربة هذه لا يشملها البيع لأنها أعيان مستقلة ومودعة في الدار وليست منها. كذلك الحيوانات التي فيها والطيور التي فيها لا يشملها البيع لأنها ليست من ذات الدار وإنما هي أعيان مستقلة. وكذلك ما فيها من الكنز المدفون هذا لا يشمله البيع. نعم، قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها. دون ما هو مودع فيها من كنز، والكنز هو المال المدفون، فهذا لا يشمله البيع لأنه منفصل وهو عين مستقلة. وكذلك الحجر، الحجر غير المبني في الأساسات أو في الجدار، إذا كان فيها أحجار مجموعة أو حجر فإنه لا يشمله البيع لأنه عين مستقلة وليس هو داخلا في مسمى الدار. نعم، ومنفصل منها كحبل الحبال الموجودة في الدار والقفل الذي يغلق به الأبواب لأنه غير مثبت، القفل غير مثبت. وكذلك المفتاح لا يشمله البيع لأنه غير مثبت. نعم،
كحبل ودلو وبكرة. والدلو الذي يستقى به من البير هذا لا يشمله البيع أيضا، لأنه عين منفصلة. وبكرة، نعم. والحبل الذي يستقى به أو الحبل مطلقة، الحبال الموجودة في الدار غير المربوطة لا يشملها البيع. وكذلك البكرة هي المحالة التي على بئر الدار لا يشملها البيع لأنها عين منفصلة. نعم. وقفل وفرش. قفل وفرش. وفرش. نعم سبق الكلام عنها. ومفتاح. والمفتاح أيضا لأنه منفصل. لكن هل تصلح الدار بدون مفتاح؟ هو منفصل لكنه من لازم الدار. فالظاهر والله أعلم أن المفتاح يتبعها، ولذلك ذكروا أن استلام الدار بتسليم مفتاحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن باع أرضا ولم انتهى من الأصل الأول وهو الدار. نعم. قال وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع أرضا، هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها في هذا الباب. إذا باع أرضا شمل ذات الأرض، هذا بلا شك، وشمل ما هو متصل بها، بهذه الأرض من المباني والغراس الذي يراد للبقاء فيها كالنخيل والأعناب والزيتون مما هو يراد للاستمرار، فيشمله البيع. نعم. شمل غرسها وبناءها. نعم. وإن كان فيها زرع. أما إذا كان فيها زرع أو أشجار لا ليست للثبات. إذا كان فيها زرع. نعم. إذا كان فيها زرع معلوم أن الزرع أنه ما هو للثبات، وإنما يزرع حتى يحصد وينتهي. فإذا باعها وفيها زرع فإنه يكون الزرع للبايع ويبقى إلى الحصاد، إلى أوان أخذه، لأنه ليس للبقاء في هذه الأرض، وإنما هو يبقى إلى أوان حصاده، فيبقى في الأرض ويكون للبايع ولا يدخل في بيع الأرض إلا أن يشترطه المشتري. أما إذا لم يشترطه فهو للبايع، ويجب إبقاؤه إلى الحصاد، لأنه لو أخذه قبل الحصاد لفسد عليه. نعم. قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى إلى الحصاد. نعم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا. أما إذا كان ما فيها من الزرع يجز أو يلقط مرارا، يجز كالبقولات كالكراث والأشياء التي تجز، جزات مثل البرسيم الذي يجز جزات، أو مما يلقط كالباذنجان والقثة والبطيخ يؤخذ على لقطات. ثم باع الأرض وفيها هذه الأشجار وهذه المجزوزات، فإن الجزة الناجزة حين البيع، الجزة الناجزة عند البيع تكون للبايع، فيجزها أو يلقط ما يلقط من الثمار ولا يدخل ذلك في البيع. نعم. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. أصول هذه الأشياء التي تجز أو تلقط تكون للمشتري لأنها تراد للبقاء والثبات للمستقبل والاستثمار في المستقبل، فتتبع المشتري لأنها تابعة للأرض. أما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما للبايع ولا يشملهما البيع لأنهما في حكم المنفصل. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك صح. إن اشترط المشتري أن الزرع له، أو شرط المشتري أن الجزة أو اللقطة الظاهرة عند البيع له، فله ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشترطها فهي على التفصيل السابق. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ. هذا في الأصل الثالث الذي ذكره في هذا الباب، وهو: ما إذا باع نخلا، يجوز بيع النخيل، لكن إن باعها قبل تشقق طلعها فإن الطلع يكون للمشتري لأنه تابع للأصل. أما إذا باعها بعد ما تشقق طلعها فإنه يكون للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. والفقهاء يقولون تشققت، والحديث يقول قد أبرت، فالعبرة عندهم بالتشقق ولو لم تؤبر، وإنما ذكر التأبير لأنه هو الغالب أنها إذا تشققت أبرت. فمن ما يغلب عند الناس أن النخيل إذا تشققت تؤبر، فعبر بالتأبير والمراد التشقق، لأنه إذا تشققت برزت ثمرتها وصارت عينا بارزة فلا تدخل في البيع. نعم. قال: إلا أن يشترطه مشتر. إلا أن يشترط المشتري هذا الطلع الذي قد تشقق أو أبر، فإذا شرط دخوله في البيع فإنه يدخل في البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا لفضيلة الشيخ ولكم أنتم، حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.